دعاء سنوات وهي عايشه وسط العائله ديالها، معززه مكرمه محيطه بالحب، حتى غادي يجي واحد النهار واحد الحدث اللي غادي يقلب ليها الحياه ديالها وغادي يجبد ليها مواجيع اللي عمرها ما تخيلت بلي انها شي نهار غادي تعيشه. حكايه الليله غادي نستافدوا فيها شنو وقع لدعاء، واذا جاب الله شي مستمع تيشارك نفس الاحداث ديالها غيعرف كيفاش يتصرف. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه. العطله انتهت وانا ان شاء الله رجعت لكم كيف العاده، نهار ياه نهار لا، مع هذه حكايتي الونيسه ديالكم دائما معكم اينما كنتم. شكرا لبزاف ديال الناس اللي تكتبوا لي في التعليق بلي انهم من النهار بداو كيتبعوا هذا البرنامج تبدلت لهم بزاف ديال الامور في حياتهم، كبروا في دماغهم واستفدوا بزاف من العبار ديال الناس، وهذا هو الهدف. شكرا على حبكم، شكرا على الوقت اللي كتاخذوا من وقتكم وكتكتبوا لي تعاليق، واخا ما كنقدرش نرد عليها ولكن كنقرا كل شيء. فخلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لك اذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده الدار دارك راك نورتينا. ما تنساش انك تضغط لتحت على زر الاعجاب اللي ما تكلفك حتى شي مجهود. خلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا دعاء، انا هي اللي بقيت مع والديا اللي كانوا كبار في العمر، ما تيخليونيش نخرج وكيسدوا عليا وما كنقدرش نخرج مع البنات، هذا الشيء كله لانهم كانوا تيخافوا عليا. غادي يربيوني واحد التربيه اللي كانت نقيه وكانوا بالنسبه ليا احسن والدين. غادي يوصل الابتدائي ديالي قريتهم، ومن بعد مختصر مفيد غادي نطلع للاعدادي. كان خويا الكبير حيت عندي زوج ديال الدراري، الكبير كاع هو اللي كان مسؤول عليا بزاف، هو اللي كان تيجري معايا في الوراق، واذا بغيت نتحول من قسم لقسم هو اللي كان تيتكلف. كان هاد خويا هو كلشي بالنسبه ليا حيت هو اللي كان تيعاوني. اذا بغيت نشري شي حاجه كان تيبقى معايا حتى كنشريها، اولا حتى يقول لماما شريها ليها، واذا جاب الله هي رفضات هو اللي كيتكلف. هاد خويا غادي يشري لي التليفون وغادي يشري لي حتى الطابليت وانا مازال في الاعدادي. بابا كان تيدور معايا ولكن خويا كان تيعطيني داكشي اللي انا كنت نحس براسي محتاجاه، واخا كان كبر مني ب 20 سنه كان عارف في السن ديالي اشنو كنت باغا. مثلا اذا كنت باغا سبرديله كتقول ليه ماما لا راه عندها، وهو كيمشي كيشريها ليا. في العطله ديال الصيف كنت كنسافر انا وياه وماما، وبابا ما كانش يبغي نسبه للخدمه ديالو كان تيبقى كيخدم. من موراها غادي نوصل للثانوي، بديت كنكبر، كنت مربيه وعمرني ما درت شي حاجه اللي هي خايبه لماما وحتى لبابا، عمرني فسدت ولا درت شي مبيقات ولا دخلت في شي علاقات. في السيزيام ديالي خويا غادي يتزوج وغادي يسكن هو ومرتو معانا في الدار، وهنا غادي تبدا القصه ديالي، غادي يبداو المشاكل ما بيناتنا، مشاكل اللي كانت تقريبا كبيره. بحال مثلا مرت خويا ما كتكونش مفاهمه مع ماما، كتبدا كتجبد الصداع معانا، وهي كانت كبر مني تقريبا غير بشي سنوات اللي هما قلال، يعني باقا صغيره، وكانت كدير راسها فيا وكندير راسي فيها، وصراحه هي كانت كتغلط وحتى انا. مثلا اذا هضرنا كتعيب فيا وانا ما كنسكتش وكنعيب فيها، واللي دارت ليا كنت كنجاوبها وما كنتش كنسكت. خويا الكبير اللي قلت لكم كنت كنحسبو با غادي يتبدل عليا، من نهار تزوج غادي يبدا يقول لماما قولي لبنتك تبعد اولا ما تدخلش اولا تشد تيقارها. انا ديما تنقول عمر شي حد ما يقدر يحافيني ولا حتى يدوي معايا، ولكن هاد خويا لما غادي يولد البنيته ديالو غادي تزادو المشاكل، ولا تيفكر هنايا باش انه يعزل على ماما وعليا وحتى على بابا. غادي نكمل عام ديال السيزيام ديالي وغادي نطلع للباك، وفي هاد المرحله وصلت وقت لاكارت ناسيونال ديالي باش انني نقادها. بديت كندفع الوراق ديالي بحال اي بنت، بقات ليا غير واحد الورقه باش ندفعها للكوميساريه فما لحقتش عليها، ومشى هذاك النهار فات عليا. قالت لي ماما شوفي يا دعاء راه خوك خدام بالعشيه ما عنده كيفاش هو يجيب لك ديك الورقه، سيري جيبيها لراسك راه سهله، غادي تمشي تاخديها وتجي للدار وصافي. مشيت هزيت البيكاله ديالي ومشيت للمقاطعه اللي نعتو ليا فين ديك الورقه، وعطاوني ديك الورقه انا ذاك، وهنا غادي نحلها باش نشوف غير فضول، غادي نلقى مكتوب دعاء بنت شكون وشكون. انا عمر ما طاحوا في يدي الورق باش نعرف شكون انا، علما انه والديا ولا خوتي عمرهم ما حسوني ولو 0.5% بلي انا ماشي منهم. بديت كنشوف ديك الورقه وغادي نلقى السميه ديال ماما البيولوجيه اللي سمتها فلانه بنت فلانه والاب فلان بن فلان. تنقولوش هاد الغلطة لسا، ولكن حسيت بلي ولكن زعما فهمت انني نقدر نكون مربي. مشيت للدار بقى ناقل، قبل ما نمشي للدار صوريت على واحد البنت صاحبتي قلت لها انا نسولك. قلت لها واش سميت الام الحقيقية اللي تيكونوا كاتبين تما اولا السمية تاع شي وحدة خدامة في المقاطعة؟ قالت لي لا راه تيكونوا كاتبين السمية ديال ماما كلي هي فلانة. قلت لها اه صافي حتى من بعد ونصوني عليك. كنت غادا بالبيكالا وفيا واحد الحرقة لداخل، زعما
بصح انا نكون مربيه. جيت للدار دخلت لقيت دارنا اللي عند بالهم باللي انا ما غاديش نقرا ولا حتى غادي نرد البال. قلت لهم واش انا مربيه؟ اللي كان واقف جلس ماما غير كتشوف فيا وعينيها كلهم مغرغرين غادي تقول لي دعاء اللي ربا حسن من اللي ولد. قلت لها لا عافاك ما تقوليهاش انا مزوقه. قالت لي اسمعيني مزيان انا تنقول لهم عافاكم راني ما بغيتش نكون مربيه انا بغيت نكون بنتكم. تيقولوا لي لا راكي بنتنا راكي بنتنا. ماما قالت لي لا راه ما تبدل والو. لا ماما راه تبدل كل شيء. هي كتبكي وانا تنبكي. والديا النقطه الضعف ديالهم هي انا وخوتي. انا حيتاش مربياني وربات عليا الكبده وزوج خوتي الدراري حيتاش ولادها ومن كرشها. داز داك النهار وليت وقت ما مشيت للمدرسه ما كنركزش كنبقى غير ساهيه وما قديتش نقولها لحتى شي حد حتى من صحابي ما رضيتش. غادي يضحكوا عليا غادي نصغر في عينيهم هادشي اللي كان تيدور في بالي. في هاد الوقت فاش عرفت بلي انا مربيه خويا الكبير اللي مزوج ومعانا في الدار ما دار حتى شي ردات فعل. ما جا ما حذرني ولا دوى معايا زعما حقيقتك هذيك دبري راسك غادي تسيف عليا وغادي تبدل وقصح قلبه. وانا في ديك الوقت ما كنتش عارفه شنو تندير حيت حسيت بالحقره. علاش انا نتلاح؟ علاش انا نكون مربيه؟ وبزاف ديال الاسئله اللي كانوا كيدوروا في راسي. فاش نكون في الدار كنحس بواحد الصدى وكنبغي غير نطج ونخرج منها. مرت خويا حتى هي ما مسوقاش بحيلة عرفت ولا ما عرفاش عادي حتى شي حد موقف من جنبي. حيت ديك الوقت بالضبط كنت نحس باحساس واحد هو الحقره وباغي نعرف الاصل ديالي شكون هي ماما وشكون هما والديا. زعما بصح انا ماشي بنتكم؟ ديك الساعه هذا هو السؤال الكبير اللي كان مخربقني. كيفاش ما عرفتش هاد السنوات كلها؟ كيف قلت لكم خويا ومراته ما كانوش مسوقين ولكن كان الصداع ما بيني وما بينهم وحتى مع ماما ومرتو. واخا غير على الكاس ديال الماء مرتو ما كانتش مسالمه كانت انسانه اللي هي خبيثه وكتغير من كل شيء. كتبدا تقول لماما كون كنت انا دعاء وهلي شنو درت بالقرايه. انا كون كنت في بلاصتها وعرفت هذه الحقيقه وهلي كون قريت وشنو درت. مصاب كون امي كدير لي انا بحال هكا اللي كدير انت هي الدعاء. المهم انا فاش مشيت نبصم في الكوميساريه غادي يمشي انا وماما وبابا وانا كنبصم غادي يعيطوا ليا بالاصل ديالي. بابا غادي يرقز من بلاصتو وقال لهداك صافي عافاك غير سكت ما بغانيش نتاذى انا اللي نسمع الحقيقه اللي عرفتها من قبل وما تقبلتهاش. من داك النهار عمرني ما تواجهت معاه. ديما تمشي عند ماما وكنلومها علاش مربيني وفين امي الى ما اخره. حيت الطبيعه ديال بابا انه تيخلي ديما راسو بعيد على المشاكل الاسريه. غادي يجي بابا حدايا وغادي يجلس قدامي وغادي يشوف فيا واحد الشوفه نتاع ما كناش باغينك تعرفي. المهم خديت لاكارت ديالي ومشيت نكمل قرايتي. واخا هكاك قريت وقاومت حيتاش كنت ندوز من واحد المرحله اللي كانت خايبه نتقبل الواقع ديالي والباك اللي كان خصني ننجح باش ندوز مرحله واحده اخرى. المهم من بعد ما بديت كنتالم ونوعا ما بدات كتبرد القضيه فبديت كنقول لماما راني بغيت نشوف الام اللي ولدتني. ولا هي كتقول لي مثلا شي كلام اللي كان قاسي بحال اذا غوت كتبدا كتقول لي قولي شي كلام اللي قاسي مثلا فاش كنبدا نغوت ولا شي حاجه كتبيا وراه زعما الا شمحتي تقدري تكوني كتشبهي القاسي تسكر عندك لما تشبهي بحال هكا. انا ديك الهضره كان واخا دابا نسيت ولكن كنت كنشرح حيت كتفكرني ولكن يمكن انا ملي كنعصبها كتقول ديك الهضره. المهم انا بقيت مصممه بغيت غير نشوف دارنا. واحد النهار نض صداع ما بيني وما بين خويا ومرتو وماما وقلت لهم شوفوا يمكن انا السبب ديال الصداع ديالكم غادي نمشي نشوف هاد الام اللي ولدتني. غادي يقول لي خويا اها نمشيو. هما كانوا تيعرفوا القبيله اللي هي منها غادي نمشيو كاملين. وهنا غادي نلقاو واحد الراجل في داك الدوار. سلام سلام واش كتعرف فلانه بن فلان؟ قال لي اه كنعرفها راه ما كايناش. قال لها ولكن عرفتي شنو الحاجه خلي لي النمره ديالك حتى ترجعي ولا نعيط لك منين تجي هي حيت هاد السيده راه ما كتسكنش هنا وبلي انها ساكنه في نفس المدينه اللي حنا كنا فيها. رجعنا ودازت الايام وتناسيت حتى لواحد النهار عاوتاني غادي نوض صداع وطلبت من جديد باش انني نشوف الام البيولوجيه ديالي. وديك الساعه كان ولد خالتي هو اللي دانا للدوار عاوتاني. قلبنا سولنا وطحنا في الدار. وهنا غادي تصدموا من السبب اللي خلى امي البيولوجيه انها تخليني على قبله. سبب اللي ما يمكنش مشينا للدار ديالهم اللي باقي فيها مازال جدي. ماشي لحتني ديك المراه اللي ما عندهاش اولا تفلع عليها شي حد ولا خافت من العار. لا دار كانت ساكنه فيها اللي هي عاديه ديال الناس بخيرهم وباراضيهم ببساطه عندهم وما خصهمش. لقيت جدي وجده زعما كاين عندي خوالي وخوالاتي. المهم العائله كبيره. قالوا لي شوفي دعاء ماما كرا كاينه وباقا صغيره وانا ذاك كانت تكون عندها شي 45 سنه وراه بنتها الكبيره اللي هي اختك راه كبر منك بعام يعني
انا كانت عندي اختي كبر مني بعام وانا ما على باليش. جا واحد السيد هنا غادي يقول لي جدي هذا راه خالك، نوضي سلمي عليه. سلمت عليه وقال لي انت يا بنت فلانه. اها، وريتو لاكارت ديالي وكاملين غادي يشوفوا فيا واحد الشوفان تاع ناري. شكون هذه بنت فلانه؟ من بعد قال لي دخلي اري لي المرت غادي نعطيها لماماك باش هي تهضر معاك. عطيته، جينا للدار، دازت الايام وشديت الباك ديالي ودفعت فواحد المدرسه باش انا نقرا فيها، لانه ماما ما بغاتش تصيفطني من بعد عليها، بغاتني نبقى حداها ونكون مستقبلي واسره ونكون سعيده فيها، فرحات للنجاح ديالي، علما انه اللي داز عليا ما كانش سهل وما خليتوش ياثر على قرايتي، قاومت حتى نجحت. جا النهار اللي هو غادي يصوني ليا فيه التليفون. الو السلام، شكون؟ انا امك فلانه. واش انتي دعاء؟ اييه انا فلانه، راني بغيت نتلاقى بك ندوي معاك. ماما اللي مربياني قالت لخويا راه لقينا مات دعاء غادي نتلاقاو بها، ما تسوقش. وبرد وما بقاش اصلا مهتم، اللي هو كان لعب دور الاب ديالي. غادي نتجمعوا كاملين في واحد الجرده كيف ما هي طلبات منا في نفس المدينه اللي انا فيها، كنت انا وماما وهي. السيده فاش جات اش غادي نقول لكم؟ ما مسوقاش، لابسه مزيزه وما على بالهاش وجايبه مع واحد الولد اللي هو صغير. انا نشتها بكيت تسهر زعما، كنت باغا نشوف هاد المناظر بحال هكا، زعما شي نهار انا غادي نشوف دوك الناس اللي مربين وكيتلاقاو مع جوج ماوات، يعني انا عندي جوج ماوات. قالت لي شوفي يا دعاء فرحي ما تبكيش، انتي ماشي شي وحده بنت الحرام ولا خايبه، راه غير انا وباك ما كتبناش لبعضياتنا. قالت لي راني كنت مزوجه باباك وعندي بنت الاولى اللي هي كبر منك بعام والبنت الثانيه هي انتيا. قالت لي بلي انا فاش هي كانت كتوحم بيا خرجت من الدار وما بقاتش قاده على المسؤوليه ديال بابا، فاش عرفت راسها حامله خبتها عليه لا هي ولا حماتها. وقالت لي راه باك حي، اذا بغيتي شي نهار تشوفيه غير هو شوفيه، المهم انا راني مقلقه منه دابا. اها صافي، غادي تقول لي انا غادي نحمل بك ولدتك في السبيطار، وجات هاد المراه وخداتك الله يرحم ليها الوالدين ورباتك وتبارك الله انت راه تتباني طبيه زوينه. قلت لها كيفاش قدرتي تعطيني؟ ما عرفتيش شنو تقدر تكون الحاله ديالي ولا تكون شنو دير بيا هاد المراه؟ قالت لي ايوا المهم انا دابا تزوجت وعندي زوج ديال الوليدات، وهذيك اختك الاخرى راه عارفه بلي عندها انت، ولكن انا ما كنتش عارفه بلي انا وعندي اختي، حرمتني منها. قالت لي شي نهار غادي نلاقيك بها. تخيلوا معايا هذا الفيلم كامل كان تيدور غير في الجرده نتاع المدينه اللي كنا كنسكنوا فيها. من بعد ديك الام بيولوجيه خشات يديها في جيبها بغات تدور معايا، قالت لها ماما لا لا شدي خيرك عندك، هي ما جاتش تشوف فلوسك، حنا بغينا غير هاد البنت تشوفك وتبرد من جهتك حيت كل مره كتذكرك لينا. درت عند ماما اللي مربياني قلت لها ماما صافي يلا نمشيو فحالنا. السيده قبل ما تمشي بقات كتلفنا انا ساكنه هنا لا هنا، المهم ما بغاتناش نعرفو لانه راجلها هاد الجديد ما عارفش بالقصه ديال الماضي ديالها، فقالت لنا من الاحسن ما تجبدوش ليا الصداع. رجعنا للدار وقالت لي ماما شفتي زعما بحال كتقول لي لاباس طحتي فينا حنا. انا ذا كنت مؤثره، كنت نقول ها هي ماما اللي انا منصلبها وما مسوقاش ولدها الصغير حاضنه عليه وغير كتعيط ليه اجي سميتك اجي سميتك، اللي والله ما بقيت عاقله حتى على سميتو. غادي نتسجل في ديك المدرسه اللي اختاريت وكان خويا هو اللي عاوني باش انني نقرا فيها، وغادي نوض واحد الصداع اللي كان كبير. هاد الكلمه غادي تكونوا سمعتوها بزاف تعاودات في القصه ديالي، لانه فعلا يوميا كانوا المشاكل ما بيناتنا وكان يتهمنا باللي حنا اللي ما كنحترموش مرتو. ماما غادي تقول ليه اذا مشيتي عزلتي ما غادي تعرفني ما غادي نعرفك، وغادي يبقاو ليا زوج ديال الوليدات دعاء وخوك الاخر اللي في الخارج. هو ما غاديش يتسوق وغادي يمشي يعزل، وهنا هزيتي واحد وحطيتي واحد، ما بقاش كيف كان نهائيا، كان على الاقل شويه ديال الامل، كنهضر واحد شويه حتى ولا كيتخاصم معايا شي مخاصمات نتاع بسلامه. بابا تيقول غير هذوك المشاكل راه بيناتكم، وينوض ويخرج ويمشي. خالتي فاش كانت ماما كتقول لهم اشنو تيدير وراه اذا عزل ما غاديش نبقى كنعقل عليه، فبلاصه ما كانوا يدخلوا بخيط بيض كانوا كيوصلوا ليه الهضره، وهي غير حيتاش كتمرض نفسيا كتبقى كتخوي داكشي اللي علاه ما عندها لمن تخويه، حيت ما كانش من خاطرها لانه الام عمرها ما كتحا في وليداتها. المهم غادي ناخذ انا الدبلوم ديالي وغادي يدخلوا الناس ما بيناتنا وما بين خويا حتى تصالحنا، ورجعت نوعا ما المياه المجاري ديالها. وهاد خويا كنا مره كنمشيو كنزورو في الدار، ولكن ديما كانت العين حاضره لانه عمر راسو باللي حنا السبب ديالو حتى هو عزل. وليت كنشوفو وتيشوفني كانسانه اللي هي غريبه بحال سميتي غير دعاء وصاف، ما بقاش لا هو كيعرفني ولا حتى انا كنعرفو، واي كلمه وليت كنقولها كيتقلق عليها. اما مرتو
صافي ما بقى ما بيننا وما بينها حتى شي حاجه، ولكن معاه هو ولات واحد الحساسيه ما بيناتنا، واللي قلتها ليه تيمشي بالو بعيد فيها. بحال مثلا فاش قريت باك بلس 5 وشديت الدبلوم ديالي وخدمت مساعده طبيبه ومشيت لمدينه واحده اخرى، قلت ليه راه كنت دايزه وبنتي ليا بحال انت اللي كنتي دايز. قال لي لا لا انا كنت في المدينه ديالنا. قلت ليه اه بصح، حيت قلت ويلي واش خويا غيجي حتى لهنا وما غاديش يشوفنيش وما يعلمنيش لنكون خدامه، وقطعت. لحد الان دازت عليها عام والصرف ما بقاش كيدوي معايا، عند بالو بحيلة قلت ليه ما تجيش لعندي، قطع ما بيني وما بينو هاد خويا اللي كان كيموت وكينوض عليا. لدابا تنصون عليه تخيلوا، وما تيجاوبنيش وما بقاش باغي حتى يشوف جهتي. بالنسبه لماما اللي ولدتني واحد النهار صونت عليها لقيتها بثلاث النمره، علما انه عندها النمره ديال ماما ولكن عمرها ما تفكرتني. قالت لي غادي نلاقيك شي نهار باختك، ولكن عمرها ما لقتني بها، ودابا راه دازو سنوات. اما عن نفسي الحمد لله قريت وتوظفت وبنيت المستقبل ديالي، وفاش عرفت راسي مربيه حافظت على التربيه ديال والدي اللي كبروني فيها، ما خرجت على الطريق، ما خرجت للزناقي، ما انتقمت مني ولا حتى من الناس. قلت لكم هذا الكلام حيتاش كنسمع شحال من وحده كتعرف الحقيقه ديالها وكتنحرف. انا بقيت في دارنا كنتسنى في النصيب ديالي اللي يكون حلال ويدق عليا باب الدار، كنحس بلي انني تربيت واحد التربيه اللي هي حسنه من هاد الام اللي ما قصرتش من جهتها واللي انا كنبغيها. انا عارفه راسي بلي انني شقيتهم معايا، حيت نهار عرفت الحقيقه كنت في سن اللي هو حرج ديال بدايه المراهقه، ولكن انا اليوم تفهمتها. اما خويا الكبير خسرته ولا خسرني الله اعلم، ولكن بسبب مرته اللي ما لقيتهاش في جنبي وتعاونني عليه، وبسببه حتى هو اللي اختار باش انه يخسرني. ديك الدار بقات فيها ماما وبابا كيف ما هو عازل حتى انا خويتها، وخرجت راسي من الصداع وخليت لهم حتى المدينه كلها لهم. تنقول لماما شوفي شو بالك انني نمشي على برا، كتقول لي لا، ولا كتقول لي راه ما عندك ما ديري تما، واللي كيمشي راه ضروري خاص تكون عنده شي حد من عائلته تما يتلقى لهم، وانت راه ما عندك حتى شي حد. اللي جمعنا ما بيني وما بين خوتي، خويا ما بينيش وبينو شي علاقه اللي هي وطيده، كاين في الخارج خويا الكبير اللي ساكن حدايا هما الوالدين، كنشوف نهار هما غادي يموتوا شنو انا غادي ندير. مرتو ما متقبلاتنيش وكتقول لي اختك ما نشوفهاش في داري. يعني انا نهار يموت والديا ما عنديش فين غنمشي؟ يقدر غطى ولا ما كنتيجيش غادي تنهضى حيت ديال ماما وبابا، كي انا ما ليا والو يقدر ما غاديش يجي عليا، ولكن ما عرفت. المهم كنشوف ما عندي في هاد الحياة ما بحث لا اخ ولا اخت. عندي خوف واحد اخر، هو مثلا اذا تلاقيت مع شي ولد الناس ما نقدرش نقول ليه بلي انا مربيه، وما عرفش واش غادي يجي شي نهار انا اللي نواجه شي واحد من الاول ونقول ليه حقيقتي، او لا حتى يتطور الامر ما بيناتنا ويجي لدارنا عاد نبوح ليه، حيت هذه بالنسبه ليا حقدة. انا قصتي اليوم مازال ما كملاتش، بالي فيه غير غدا ولا بعدو اذا مات والديا شنو غادي يطرى ليا. المهم الرساله اللي نقدر نقول لكاع الامهات اللي كيروحوا وليداتهم هي فكر اختي 1100 مره غير ماتلو حداك الوليد، حيت تكوني اكيده ان هذاك الولد الى عرف انه متبني ديما ديما غيكون جناح ديالو مكسور مكسور، ديما غيكون عنده واحد نقطه ضعف. يعني فكري ان ديك الوليده ولا ديك البنيته ما الى لحقتيها، انا الحمد لله لقيت واحد الوالدين اللي ربوني مزيان وكذا، ولكن راه كاين اللي ما لقاش، كاين اللي لقى، كاين اللي مسكين لقى في الزنقه. يعني فكري داك الولد قبل ما تغلطي وتلوحي، وعلاقتكم مع خوتكم ديما خليوها زوينه، ما كاين حتى شي حاجه في الدنيا غلا من علاقتك مع والديك ومع خوتك. يعني ما تخسروش علاقتكم مع خوتكم، ما تخليوش البراني ولا الناس يدخلوا في علاقتكم مع خوتكم، كونوا اكيدين غادي تخسروا الناس اللي عزاز عليكم. انا ما بغيتش نقول انني خسرت، ولكن كنقول الله يرد بيهم ورجعوا كيف كنا. هذه كانت قصتي، وهذه هي كانت حكايه دعاء يا ساده يا كرام. تقريبا فيت دازت بحال هذه القصه لواحد المتتبعه، غير هو الفرق ما بينهم ما بين قصة دعاء هذيك الإنسانة مسكينة ما بقى لها حتى شي حد لأنه الأم اللي ربتها ماتت، واليوم هي كتعيش بوحدها
لحنين لرحيم، ولكن دايره مستقبلها ومصالحه مع الماضي ديالها ومتقبله الماضي ديالها. حتى انا بغيت نقول لك تصالحي مع الماضي ديالك وتقبليه، ما كاينش مشكل انك تكوني مربيه. واذا جا شي ولد الناس انا ما كيجينيش عيب انه يكون شي يتيم مربي، خصوصا اذا كانت التربيه ديالو اللي هي صالحه. هاد ولد الناس شنو دخلوا في هاد الماضي ديالك؟ ما عنده حتى شي دخل، بالعكس غادي تقوليها وانت مصالحه مع راسك، غتقوليها وانت تايقه فيها، ما عندكش مشكل، عندك الحمد لله والدين. كيف قالت الام ديالك اللي رباتك، الوالدين هما اللي تيربوا ماشي هما اللي تيولدوا كيلوحوا. هذيك الام اللي ولداتك الله يسمح ليها، لانه كتبان ليا متهوره في القرار ديالها، و الله يسمح ليها. ما عندك ما غادي ديري، حاولي انك تواصلي مع ديك اختك، تقلبي عليها، ترجعي علاقتك بها. الله اعلم ما عرف شنو الخطوه اللي درتي معها، ولكن حاولي تقلبي عليها، حاولي تخلقي ما بينك وبينها علاقه جديده. واخا قلتي لي عمر امك ما وصلتكم، ولكن كنتي في دار جدودك شفتيها، انا تنقول سيري رجعي شوفيها من جديد. هذه من جهه، من جهه ثانيه اخوك ومرتو اختاروا التقار، ماشي مشكل، خصك تقبلي الوضع الجديد. القرار ديالو هذاك احترميه، هو صعيب علينا ولكن ما عندك ما ديري، هو بغى التقار، اعطي قيمه لراسك، احترمي القرار ديالو وعيشي حياتك وشوفي مستقبلك وبنيه وركزي عليه. وان شاء الله اذا شي حد تقدم لك قولي ليه الحقيقه، ما كتبان لي انا حتى شي عيب انه ما تقوليهاش ليه. فقط حاجه واحده اللي غادي ديري انت هي تصالحي مع الماضي ديالك بما فيه الحقيقه ديالك. هذا هو كان رايي، غادي نخلي المتابعين الكرام يخليو لك الراي ديالهم، اللي ان شاء الله انا متاكده بانهم غايقولوا لك غير الايجابيه كيف ما عودونا. دمتم في رعايه الله وحفظه. هذه كانت قصه اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. نقول لكم تلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.